جلسوم، جلسوم تعالي، يلا يلا جهزي حالك. خلي يقولوا شو ما بدهم، بس اليوم هو مثل عيد ميلاد لإلي. أوه، خلي هاندان تجن وتنقهر أو حتى تقتل حالة. أنا اللي ربحت، الحياة ساعدتني إلي. بالصدفة ابني التقى بالدكتورة، وجودة رح يفيد ابني ويفيدني لإلي كتير. شو المشكلة؟ خليهم ينبسطوا مع بعض، ليش مكبرين القصة وعاملين منها مصيبة؟ على كل حال أنا ما دخلني بشي. إيه خلص بالناقص، مين ناطرك؟ الموضوع انتهى وفرهد أخذ القرار، وأنا موافقة كمان. عراحتكم. يلا يلا تحركي، تعالي، أنت أخت العريس اليوم. لا تدخليني بالقصة أمي، عن جد حاسة أنه رح يصير مشكلة اليوم. أوف، أصلاً طالعة كسولة مثل أبوكي. تعالي يلا تعالي، خليكي نشيطة شوي مثل أمك. يلا قومي معي، يلا تركي الأكل تركي، يلا بنتي بسرعة. اسمعي بنتي، مرت أخوكي دكتورة، أكيد بتعرف أخصائية تغذية، رح نشوفها مشان تخففي وزنك شوي. ليكي كيف مبينة مثل الفيل، حرام عليكي، ضروري تضعفي. روحي. فرهاد قعدك على بابا؟ خير شو في أمي؟ مانك شايف إنك تستاهل أكتر من إنك تخدمه؟ آه؟ ليش عم تخلي فرهاد يستغلك ويحطك تحت إيده؟ أمي ما حدا عم يستغلني، أنت روح قلبك تعملي من الحبة قبة، هو ابن خالتي مو هيك؟ إذا هو عم يطلب مساعدتي وأنا عم ساعده، وين المشكلة يعني؟ شوف لوين وصلك، شوف آخرتك صرت بواب عنده. إذا كنت عم بتفكر إنه تصير كبير هالعيلة، فرهاد لازم يكون بخدمتك، مو أنت اللي بتكون لعبة بين إيديه. يلا روح أعمل شي يفيدك، إذا كان بده يحرسها لهالبنت خلي يجيب حدا تاني. أمي أصلاً بعد شوي جاي الأخرس، بس يوصل بروح. شايفة جولسوم؟ أختي كمان جاي مشان تطمن على كنتي. أختي مو منيح تحطي رجلك بالنهر قبل ما تتأكدي إنه صار قدامك، لحتى تعتبريها كنتي لازم وراء الزواج تتوقع بالأول. مزبوط؟ ومشان تتوقع لازم نوافق. كنتي موجودة بالغرفة فوق؟ بالغرفة، بس بصراحة خالتي يمكن تكون نايمة لأنه ما في ولا صوت طلع من عندها. دق الباب عليها لنشوف إذا نايمة ولا لا. لا ما بقدر، الباب مقفول. شو؟ ليش الباب مقفول؟ كيف يعني؟ يعني فرهاد جايبة بالقوة؟ ما بعرف، إذا بدك تسألي أنتي لازم تسألي أخي فرهاد، هو أكتر حدا ممكن يشرح لك. كأنه هالقصة كتير غريبة، في عرس اليوم المساء والعروس محبوسة، بظن أنه يكون جابرة على الزواج. لا تغاري لأنه ما حدا رح يخطفك، فرهاد بيعرف شو عم يعمل ومو ناطر رأيك. سكري لي تمك وانت افتح لي هالباب، يلا افتحه. خالتي بترجاكي. خالتي كيف يعني عابدين؟ ما رح شوف كنتي قبل العرس؟ افتح الباب. خالتي طولي بالك، هلا هو بس يجي بيشرح لك. قلت لك افتح. خالتي والله انت هيك رح تورطيني مع فرهاد. كنتي الحلوة؟ تعالي على حضني يا بنتي. بنتي أنا أم العريسك. أنا اسمي أصلي. مبينة ترباية مدينة لأنك ما بتعرفي عاداتنا هون.
لا مو ترباية مدينة، أنا بنت عيلة عادية من بالي كيسير وبعرف العادات كتير مني. وأنا جلسوم. هاي أخته لزوجي. أنت برأيك إنه اللي عم بيصير طبيعي؟ آه؟ تعرفي مين أنا وابنك من وين جابني؟ وليش عم بيصير العرس بهالسرعة وبنفس اليوم ما سألتي هالسؤال؟ شبك يا بنتي؟ أنت اسمك أصلي؟ وكمان أنت دكتورة شاطرة، الباقي بيخصه لابني وبس. ما تعودت إنه اعترض على قرارات فرهاد بنوب، هو ذكي وبيعرف يختار. هاي كل القصة. هالعيلة ما فيها عقل أبداً؟ ابنك على غفلة بجيب معه بنت عالبيت، ما بتعرفوا عنا شي وبيحطها بغرفته. العرس رح يصير المساء وانتي راكدة لبوس ايدك، مو جنون؟ مو مستغربين بنوب؟ شوفي يا بنت، من سنين طويلة وأنا ناطرة أتعرف على البنت اللي رح يتزوج ابني. يعني بصراحة متحمسة كتير لصير حماية، وما بحب يضل حماسي بقلبي وما عبر عنه قدام العالم. متأكدة إنك عرفتي ابني، عرفتي قديش شجاع، قديش قلبه قوي، وعرفتي إنه وقت بيحط شغلة براسه فأكيد رح يعملها حتى كيف بيعصب. ولهيك بظن إنه لازم تديري بالك منيح، يعني روقي وفكري بعقلك مشان ما تندم. تخيلي شو رح يعمل فرهاد بمرته إذا زعلت أمه. تخيلي وقرري. شو قصدك بهالحكي؟ عم تهدديني كأنه مو هيك؟ عم ذكرك جلسوم، الظاهر مرت أخوكي متوترة لأنه عرسها اليوم، تركيها ترتاح. امشي مشان جهز حالنا، نحن في عنا عرس المساء. لو سمحتي ساعديني، ما بقي لي غيرك. شوفي انت حامل ورح تصيري ام، بترجاكي ساعديني مشان امي. شو هالكلام اللي عم تحكي؟ انا سمينة وبس. لك انتو كلكم مرضى نفسيين، كلكم مرضى نفسيين بهالبيت، كلكم مجانين. كيف شفتي لي مرت اخوكي؟ حلوة كتير وقلبها طيب، بس مشكلتها إنه لسانها طويل. وحدة شايفة حالها، هي حية حية. أنا ما حبيتها. حتى لو حية أنا بعرف كيف ربيها. هوليا هاتي موبايلي بسرعة.